جزاكم الله خيرا. أيضا هل يجوز للمرأة أن تأخذ المانع لتنظيم الحمل، لأن الأطفال يكثرون وبعضهم على بعض وتكثر شقاوتهم ويحتاجون إلى تربية؟ هذا لا يجوز إلا إذا كان في تتابع الحمل تضرر لها أو للأولاد. إذا كان في تتابع الحمل مضرة عليها أو على الأولاد فلا بأس أن تأخذ ما يؤجل الحمل حتى تفرغ من تربية هذا الولد وإرضاعه. أما إذا كانت الأمور مستقرة فإنه لا يجوز منع الحمل ولا تأخيره، لا يجوز هذا لأن الحمل مطلوب. فإذا كانت حالتها مستقرة ولا ضرر عليها ولا على أطفالها من تتابع الحمل فإنه لا يجوز أخذ المانع. نعم.